طيب بعد كده بقى الاخت هاي اللي بتقول لك او دانا دي بتقول لك انا بصرف كتير على الامم المتحده، ازاي انا اكتر دوله مساهمه في الاول، وده عار علينا، يعني ده عار على العالم العربي اللي كله فلوس. ما اعرفش هل سياسيا ان امريكا تبقى القوه الاكبر ماليا، ولا يعني احنا ما شاء الله ده احنا عندنا يعني في دول ملاءاتها الماليه كبيره عظيمه، لكن الاخت مندوبه امريكا اتكلمت بالفلوس، قالت لك انا بدفع وانا اكتر حد بيساهم في الامم المتحده وفي منظماتها وبهدد، وهي هددت امبارح ورئيسها هدد امبارح انه وهيحط الاسم والعنوان والدوله دي وقفت مع القرار والدوله دي وقفت ضد القرار، واللي هيقف ضد القرار انا همنع هقطع المعونه عنه. واحنا دوله بتاخد معونه من امريكا، يعني انا اتمنى وده مطلب مواطن مهما كانت التكلفه احنا خلاص، يعني احنا دخلنا في مراحل وبقينا في موضوع صعب جدا في مساله الفلوس والاسعار يعني خلاص احنا في حاجات دلوقتي بقت بتقابلنا في حياتنا احنا ما كناش متوقعها في حياتنا الماليه، حتى في المعيشيه ما كناش نتوقعها، دلوقتي حدثت خلاص. ف بجد احنا علينا ضغط، احنا كمواطنين علينا ضغط، ارجو من السيد الرئيس والحكومه والجهات المعنيه انه لازم يكون في يعني وقفه تثلج صدورنا قدر الامكان. احنا قاعدين مع واحد مجنون في البيت الابيض، علاقتنا بيه طيبه، علاقتنا بيه وحشه، علاقتنا بيه مش عارف، انا مش وحتى مش قادر استوي. يعني انتوا لو بصيتوا للاخت نيكي دي بتاعت المندوبه الامريكيه وهي بتتكلم في الامم المتحده، شوبش والله انا بديكم يا كذا، انا اكتر واحده بدفع يا كذا، انا اللي بانفق على كذا، وانا اللي بروج لكذا، ولما بتطلبوا مني حاجه بديكم فلوس، يبقى عشان بديكم فلوس يبقى لازم تسمعوا كلام، مش انا المسيطر، انا المتحكم بالفلوس، لو قطعت الفلوس هتبقى في مشكله عندكم، انا اكتر دوله بتدفع ميزانيه في منظمات الامم المتحده، شوبش يعني، انا نيكي بتاعت الامم المتحده بقول لكم، بتاعت امريكا في الامم المتحده بقول لكم، اللي مش هيحترم القرار انا هقطع المعونه عنه. اقطعي، احنا مش عايزين فلوسك. ومش عارف انا يعني هل الوضع سياسي مثلا لما تيجي القياده السياسيه مثلا تاخذ قرار بقطع المعونه او انه لو هو قطع المعونه وزملائي بقى في الاعلام امريكا بنت اللذينة، امريكا بنت قطعت المعونه، قطعت البتاع، تغور معونه امريكا. مش قبل كده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قال على الجزمه، على الجزمه، على رباط الجزمه، ده تحت نعل الجزمه، بس نعملها، ده احنا بنصرف فلوس يا جدع، مش ممكن ده في احنا ما انا ممكن ندبرها، يعني ممكن المساله دي تتدبر، يعني مساله المعونه الامريكيه مليار ولا 850 ولا اكتر من مليار، والمعونه العسكريه بس ممكن تتدبر، ممكن. واحنا كنا متوقعين ان احنا نبقى في حاله زي اللي احنا فيها دلوقتي دي من الصعوبه الاقتصاديه، بس مرينا بيها لان بنحب البلد وعاكفين على تطويرها وعاكفين على تنميتها، في فساد وفي خلل وفي كذا وفي ناس مش كويسه وفي كل ده موجود، بس هل عدانا الوضع كده؟ لا. فارجو بس ان احنا في موضوع المعونه ده ما والنبي ما نعمل حساب التوازنات، لان قرفنا من امريكا واللي جه من امريكا واللي عمل في امريكا واللي جاي من اسرائيل، قرفنا والله زهقنا،
تفاحضه، ما عادش مش قادر، انا يعني خايف لساني يطول في حاجه، بس على نيكي ده بالذات. يعني نيكي دي انا ما اعرفش جابوها منين ولا طالعه ازاي، ولا تحس ان هي كانت قاعده مع ترامب ال 20 سنه اللي فاتوا، نفس الاخلاق ونفس المنهج ونفس الاطار ونفس السياسه ونفس الغطرسه ونفس قله الادب ونفس التجاوز ونفس الانحطاط ونفس الظلم. ما مش عارف يعني.